الآن هذه آخر ليلة من ليالي عمرتنا في هذا المكان السعيد. غدا إن شاء الله سنغادر مع 18 زوارا باتجاه الدوحة بقطر، بعد ذلك سنغادر إلى الدار البيضاء بحول الله في اليوم الموالي. هذا المكان يحتاج إلى زيارة ثانية ويحتاج إلى لقاء ثاني لمعرفة العديد من الأشياء المميزة عن تاريخ الإسلام وعن تراث الإسلام وعن مكارم الإسلام أيضا. إذن هذه آخر ليلة هنا بهذه الديار المكرمة ويظهر في الفجر بعد الانتهاء من صلاة المغرب، طبعا سنظل هنا إلى أن نؤدي فريضة صلاة العشاء وبعد ذلك سنغادر باتجاه الفندق إن شاء الله. إذن جولة خفيفة هنا والخروج من الصلاة في رحاب المسجد الحرام. تحية وسلام.